يقوم أحد المصورين الهواة محمد بن مدور جزائري يقيم بالخارج يتقن في عالم الصور الفوتوغرافية باحترافية، فاختار لنا صورا جميلة للعاصمة كرس من أجلها 15 يوما ليلا ونهارا. نتابع. شكرا لمحمد بن مدور المعروف بسليم وقيلة الذي سيفاجئنا بصور أخرى عبر جولة عبر الجزائر كلها. والآن إلى جولة الصحافة معك نصر الدين مرير.